نسمع كمان رأي السياسي والوزير السابق منير فخري عبد النور حوالين القرارات اللي خدتها الحكومة وتداعياتها أو ردود فعل الناس بخصوصها. هي أنا شايف أنها خطوة عظيمة تأخرت كثيرا، إنما أرجو أن تكون الخطوة الأولى في إطار مجموعة من الخطوات التي يجب أن تتلوها لوضع الاقتصاد المصري على الطريق السليم نحو التنمية. الحقيقة أنا أحب أشيد بالطريقة التي صدر بها قرار وتوقيته. جاء أولا بعد تدخل في السوق لتخفيض في السوق الموازية لتخفيض أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية، جاء بعد صدور قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، جاء بعد التنسيق مع جهات مختلفة بما فيها اتحاد الغرف التجارية التي أعلنت عن توقف عن الاستيراد لمدة 3 أشهر، جاءت بالتنسيق مع وسائل الإعلام اللي هم وسائل الإعلام اللي ألقت الضوء على الانخفاض الكبير الذي حدث في أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية، ثم كل ما صاحب إعلان التحرير سعر الصرف بما فيه رفع أسعار الفائدة في البنوك بنسبة 3%، إصدار بعض البنوك وبالتحديد البنك الأهلي وبنك مصر شهادات ادخار ستصل أسعار الفائدة فيها إلى 20% لشهادات الادخار لمدة 18 شهر وإلى 16% لشهادات الادخار على 3 سنوات. كل دي الحقيقة، ثم طرح 4 مليار دولار، طرح البنك المركزي 4 مليار دولار على البنوك للوفاء باحتياجاتها وبالطلبات التي ستواجه بها في أول يوم لتحرير السعر. الحقيقة أنا أحب أيضا أشوف إنشاء سوق صرف آجل اللي هو الفورورد ماركت عشان للتعامل مع الطلبات المؤجلة، خاصة الخاصة بتحويل أرباح الشركات المتراكمة خلال السنوات الثلاثة الماضية ومنها شركات البترول، عشان ما تشكلش هذه الطلبات ضغط آني على سوق الصرف الحالي. فأرجو أن ينظر في هذا الأمر وأن يتخذ قرار بإنشاء سوق صرف آجل. أنا شخصيا متفائل، متفائل لأنه أعتقد أنه هذا الإجراء سيكون من أثاره زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر وتدفقها وزيادة الصادرات، لأنه المنتج المصري عند هذه الأسعار الصرف تزيد قدرته على المنافسة، وبالتالي سيتمكن من الدخول والمنافسة في الأسواق العالمية. ومع ذلك أما وقد ارتضينا تحرير السوق فيجب أن نتوقع تقلبات فيه إلى أن يستقر سوق الصرف. أنا الحقيقة أنا أتوقع أنه في الأجل المتوسط على الأقل سترتفع قيمة الجنيه المصري، خاصة عندما يستتب الأمن وتعود حركة السياحة إلى مصر ونعود أو نستعيد الفائض الذي كنا نحققه في ميزان المدفوعات. الحقيقة أنا أتوقع أن الأسعار تنخفض، لأنه أحب أقول لك أن سواء كان المنتجين أو التجار اللي كانوا بيتعاملوا في سواء مواد أولية أو منتجات نهائية كانوا بيحسبوا السعر العملة الأجنبية ب 16 و 17 و 18 جنيه ويمكن أكثر، لأنه دايما التاجر أو حتى المصنع بيحسب على أساس الفرصة البديلة، ومع توقعات انخفاض أسعار الصرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية كان دايما في زيادة. أنا أتوقع اليوم أنه يستقر سعر صرف الجنيه المصري ما بين الدولار مقابل الجنيه المصري ما بين 13 جنيه و 14 جنيه ونص أو قول 15 جنيه، وهو أقل بكثير من 18 جنيه اللي كنا وصلنا
إليها، وإن شاء الله يعني تستقر الأمور وتشهد أسعار الصرف استقرار وثبات. أنا أعتقد أنه يجب فورا وبأسرع ما يمكن إصدار قانون جديد للاستثمار. أعتقد أنه يجب فورا اتخاذ الإجراءات الصعبة والمؤلمة إنما لتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة. وأحب أشير هنا أنه الحساب الختامي لموازنة 2015-2016 بتقول أنه العجز وصل إلى 12.2% من الناتج المحلي، هو رقم كبير جدا، وبيترتب على هذا العجز تضخم وارتفاع أسعار وانخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية. فإن أردنا لسوء الصرف الاستقرار والثبات يجب أن نخفض العجز في الموازنة العامة للدولة ونتخذ الإجراءات الصعبة. إن نجحنا في اتخاذ هذه الحزمة من الإجراءات أنا لا يمكن إلا وأن أتفائل عن مستقبل على مستقبل الاقتصاد المصري.